أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعمل. السيسي: التنمية تستدعي تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك. وزير الداخلية: لن نتستر على أي أحد يسيء استخدام صلاحياته أو يعتدي على المواطنين. شعارات العدالة وتطبيق القانون والتهديد بالهجرة تتصدر وقفات الأطباء الاحتجاجية. واشنطن بوست: داعش يستغل الأطفال في تنفيذ هجمات انتحارية. شاهد في عيد ميلاده أبرز 10 أهداف لعماد متعب. أسرة ليلى حلمية تبدأ تصوير الجزء السادس. كان هذه العناوين وإليكم التفاصيل. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال منتدى إفريقيا 2016 الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ تحت مظلة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقال إن تحقيق التنمية يستدعي تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، مشددا على أن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا. أكد وزير الداخلية أن انضباط رجال الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفي بوعي من واقع المسؤولية يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحديا جديدا يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطي لتوعية وتوجيه القوات وتلقينه المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمني. نظم الأطباء وقفات احتجاجية بكافة مستشفيات الجمهورية تحت شعار وقفات الكرامة، احتجاجا على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية العام وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة. رفع الأطباء لافتات إما العدالة وإما الهجرة، قانون لحماية الأطقم الطبية، وقفة احتجاجية من أجل كرامة الطبيب وأطباء مصر، نطالب محاسبة المعتدين، التأمين ضرورة لعمل الأطباء ولعلاج المرضى، نطالب المحاسبة القضائية للمعتدين، كرامة الطبيب خط أحمر، اليوم وقفة الكرامة، لا أحد فوق القانون. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقرير يكشف عن حشد تنظيم داعش الإرهابي لأطفال والشباب على نحو متزايد وغير مسبوق، يوضح استغلال تنظيم داعش الأطفال في تنظيم هجمات انتحارية كجزء من استراتيجية واسعة النطاق لزراعة جيل من المتشددين في سن المدرسة لتلقينهم فكرة التنظيم المتطرف. يحتفل اليوم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاده 33 عاما، مرورا من حياة القناص الذي صال وجلى في الملاعب المصرية والعربية والإفريقية بل والعالمية أيضا. في تاريخ متعب أكثر من 10 أهداف لا يمكن أن ينساهم، واستطاع بهم أن يرسم بسمة على وجوه المصريين. أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين اليوم السبت عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن أسرة مسلسل ليالي الحلمية بدأت تصوير أحداث الجزء السادس من المسلسل، وكان ياسين قد أعلن مسبقا عن انتهائه من كتابة نصف أحداث العمل مع السيناريست أيمن بهجت قمر، معربا عن أمنيته في أن يلقى العمل إعجاب الجمهور ويكون عند حسن ظنه. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدين ومشاهدي قناة الأخبار لنهاية نشرتنا الإخبارية، انتظرونا في نشرة إخبارية قادمة. شكرا، دمتم في خير وإلى اللقاء.